مساء الخير، يومية ستار أكاديمي بحلقة جديدة. برحب فيكم وين ما كنتوا عم بتابعونا، وبدعيكم تقوموا معي بجولة على آخر أخبار الطلاب، والبداية مع صف جديد لكارلا رميا. صباح الخير. صباح القمر. نسيم ويلكم باك حبيبي. طبعا كيفكم؟ أكيد ميو أكيد. وصلتها مننا أربع حاجة؟ هل عم نحكي جوا؟ قولوا للمقنع. في كثير مدام، ما سمعتها. أي وحدة تحاول تلغي الفرق بين الراجل. شو محضرة؟ ما حضرتش يا مدام، مين قال لك؟ ما فيش عذر، أنا ما حضرتش. طيب. رو. شو بدي أقول لك يا عم؟ بدك تزعل منك شعب مصري هلا، بيكون ناطرك تغني له مصري. كانوا تقولوا مستلشي. أنا تغنيت أم كلثوم وأم صوفي. كانوا تقولوا مستلشي، حضرت الأغاني حتى تبع اللايف. برافو. ليش انت على طول هيك بتعمل اصلا؟ قرر هلا، قرر هو قرر هلا. لا بس هو على طول هيك بيعمل، بغني كل الاغاني. لا بغني كل الاغاني وبيرجع بيجيب لنا اغاني بونس زياده بغني لنا اياهم. يمو شو قصدك؟ حلو يا مروان. ليش؟ يلا جمل شو بوصل. خلص اوكي يلا نسمع. احنا عايزين نسمع على هذا المقطع. طب ليه حمقت وعيطت؟ اعصابك ما كانوا ناطرين. مدام عن جد هو ستريس وهيك بيعمل فيه. انا رايق يعني احنا كنا ساكتين عشان نسمع هذا المقطع. لحظه طيب خليها رجعها. خلص رح نسمعها بس روقه، ما بدها هالقد. هنسمعها بس نخلص. لا 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 معصب عن جد الهيئه. ايه لانه كنا عم نسمع كلنا. طيب ما بنردها. شو هالكارثه؟ شو بدك يا ياسين؟ كثير شيء كثير كارثه. ليه بتعصب؟ ما هو عايز يسمع اغنيه ثانيه. مش عايز اسمع اغنيه ثانيه، بس فكرت خلص. اول شيء ليش ليه اخذتها هالقد بشكل سيريو ومعصب؟ ما عم بقول لك رح نعيدها. وحامق منه لفتره هلا. ما تحط انرجي زعل على شيء ما بيحرس. كل اسبوع هيك رح يكون. لا مش لازم يكون هيك، لازم تستمتعوا بوجودكم هون. بكره بس فلوا بتزعلوا على كل دقيقه كنتوا مش مبسوطين فيها. طيب ليك شو بدك تعمل؟ لف هيدا الفولار على عيونك، تعال مروان اقعد. وتلوقف على الستيج وغني لنا نفس الغنيه. مش عم تغني، حابب تغني غير شيء غني. اوكي بس عادوا شيء. نحن بكونسرت هلا. نحن بالكونسرت هو كانه نحن مطفيين علينا الضوء وعتم مش قاشع شيء قدامه. وهو عم بغني، تنشوف الشعور رح يكون شو. يلا نسيم. ما تصبرنيش بوعود وكلام معسول وعهود، ده انا يا ما صبرت زمان زمان على نار وعذاب. للصبر حدود، للصبر حدود يا حبيب. طيب شو شعورك؟ شو حسيت انت مغمض عيونك؟ كأني عم غني بالتواليت. شو يعني؟ شو بيصير يعني اذا عم غني بالتواليت؟ يعني لما لا هيك عن جد قل لي شو هيك، شو حسيت؟ احسن مش احسن؟ احسن. ايه احسن بكثير، يعني كأني عم غني لحالي يعني. كأنك مركز انت وعم بتغني لحالك ومرتاح. طيب فيك تغني بالبرايم مثلا بهال يعني من دون ما تكون مغمض عيونك، بس تكونوا مركزين على حالكم اكثر وعلى صوتكم اكثر، تكونوا مرتاحين مع حالكم اكثر. اوكي كويس. شو حنان؟ في حاجات تتحس اوكي وما تتقلش، وان جيت اطلبها انا ما اقدرش، ولو انت عملت ده بعد ملاك اطلبها علي. انتبهي على هيدي المشكلة كل مرة. في حاجات تتحس وما تتقلش مع ان لا حاني شي تاني. طيب يلا شي تاني. حبيبي مهما رحت بعيد معك دايما وبعمل نسيا وما بنساش في يوم ابدا، نسيت انساك، نسيت انساك. روح حنان شو حسيت قولي لي؟
ما بعرف ضعت صراحه ضعت ما قدرت صرت إيه؟ مش عارفه شو بدك تغني وضعت بالطبقه كان لازم هيك تغني شيء واو انت كثير مرتاحه فيه طما تعيش الاكسبيرينس بس بدي اياك يعني تعرف انه بهيك شغله انا ليه عم بقول هيك عاده بس يكون واحد عم يحكي ومش شايف العالم يعني مثلا انتوا على التليفون بتقدروا تحكوا الشخص شيء ما بتقدروا تقولوا له اياه مثلا لايف او مثلا انتوا بتكونوا قاعدين بينكم عن حالكم بتكونوا تحكوا حدا بتقولوا انا هلا بس شوفه بدي اقول له هيك هيك هيك, هيك. بس شوفه خلص بصير ماشي مش قادره اتذكر شيء من اللي بدي اقول له اياه هون نفس الشيء بالمغنى انا عم بعمل هيدي الشغله تقلكم انه في افكار بتجي على راسكم وقت تكونوا انتم مرتاحين مع حالكم حاسين انه انتم سيف ما حدا عم يشوفكم ما حدا عم يقدر يفوت علي او يتخطى هالخصوصيه تبعي بقدر اعطي قصص كثير احلى ما بدي انا على المسرح انه تروح الكونتاكت تبعكم مع الناس لا بدي تتواصلوا مع الناس بس الوقت نفسه يكون في بارتي او مطرح انتم فيه وحدكم كانه عم بتغنوا وحدكم يعني تقدروا تطلعوا كل اللي جواتكم بسهوله وبرياحه مروان يلا ببعت ما حكايات وهموم وصور صور تيساعدوا العشاق ويطول السهر يا ليل الله شو حسيت؟ لك نحن أنا فينا أقول لك شيء إنه أنا من هيك أكتر مرة بسمعك هيك وعن جد بروح معك باللي عم تقوله شو شباب صبي؟ أنت شو أنا مش عم بقول لك إذا أنت بتغني أحسن أو أقل هيدي الشغلة لازم تنسوها مش يعني أنا غنيت يعني قدي أنت وصلت اللي بدك تقوله للناس مش يعني أنا فينا هلأ أطلع عامل بيرفورمانس فينا أطلع غني أم كلثوم وعرب وبدع فينا أطلع لكم هلأ جملة فين بهيديك ما تحسوا بشي وفيكم بهالجمله اللي بدي اقولها تحسوا واو انه ايه ده في اعنالي او اللي قالوا هزني او اللي قالوا ايه برافو مروان شو حسيت انت وقتك انت مغمض عيونك حسيت انه وحده بس كون وحده يعني بكون بغني مرتاح بقول ما في شيء ما في شيء يعني ما في حدا عم بيسمع مش عطلع انها حدا يقول لي شيء فينا هيك بمطرح من المطارح تحط هيدا الشعور بالوقت بتغني على البرايم نسي دائما شو كيف عم غني وكيف ردة الفعل وشو أنا عملت قصص شو أنا تمرجلت شو أنا كنت بطل ايه اوكي عندي اياها كتير أنا ايه مش كتير ما أنا عم بقول لك هلأ أنت نزلت غنيت حلو أثرت فينا نزلت قلت لي أنه بقدر أعمل أحسن يا خي ما أنا ما بدي شيك تعمل أحسن حلو اللي عملته صفا وصل المساج وصل ثانك يو اوكي في شي بدي أقلكم إياه كمان لو أنا مش إيش على قبالي عادة بحس اللي عم بيغني بيرتاح أكتر بحكيكم بصراحة وقت يكون مش كتير قاشع الوجوه قدامه بشكل واضح يعني مش عارفة أنا أنه هيدي هيدي وهيدا عباس ويعني بكون قاشع أنه في ناس بس أنا مش عارفة منني مثل وقتها بالبرايم تنقول أنتو في ناس تعرفون بالبرايم دايما حاولوا تطلعوا على ناس وراء يعني ما بتعرفون تتكونوا أنتو قادرين تركزوا عن أوقات اللي قدامي يمكن عم بيقلي برافو يمكن عم بيقول لي شيء منيح بس مش وقت يعني بخليني مش كتير انا اكون بفقد تركيزي في شيء بالمغنى هيك انا بروح مثلا بروح بمطرح انا عم بغني يمكن شغله واحده هيك تردني بتنقذني بتخليني مش يعني غني اقل او غني احسن بس هيك بتوتر مع انه كتير حلو اللي عم بغني يشوف الناس عم تزقف له عم تتفاعل معه لان بيستمد قوه منهم يعني شوفوا هالتناقض اللي عم بقول لكم اياه فكروا فيه ودلك شباب صبايا بتمنى لكم كلكم من كل قلبي شو ما تعملوا برا تكونوا موفقين تعملوا أحلى الأشياء ضلكم محافظين على مستوى معين باللي بتعملوه كلكم عملتوا شي حلو وأنا بوثق فيكم أنه بكرة بالمستقبل رح أنطر أشياء رائعة منكم يا رب أوكي إضافة لكل مواقع التواصل الاجتماعي فيكم تتابعوا آخر أخبار الطلاب عبر www.starakarabia.com خلونا نتوقف مع أول بريك ونرجع بعده لأخبارنا.
منتابع يوميات ستار اكاديمي. مروان زعلان من نسيم والاخير بيطلب منه انه يسامحه. ممكن اعمل عليها فوتوكوبي؟ زعجت منك. ردها محلها. انا كمان زعجت منك، بس شو بقى؟ ما فيكش تعمل شيء، فيك ترد هاي الورقه محلها. مين كتب لك اياها اصلا؟ انا. لا لا، طب اذا بتريد رد الورقه محلها. ستوب مروان، ستوب ستوب بي تشايلد. نسيب رد الورقه محلها. مروان ستوب بينج تشايلد. اذا بتريد ما بدي ادعي خزينتك انا بلا اذنك، اذا بتريد رد الورقه محلها. شو؟ رد الورقه محلها. اوكي بس بتطلع كثير منيح، احنا كثير مهضومين وكثير اصحاب، بس رد الورقه محلها. اكذب عليك لو وديع. اسمعوني في يوم وليله. احفظن قبل ما ترد الورقه. احفظن اكيد. كمال السود لياليني، حكايتي مع الزمان والملامه، مالي لعبه الايام. اقول للحال تتمل. لمين الغنيه؟ ام كلثوم. غنيه لام كلثوم؟ غني لي شوي شوي. لمين؟ ام كلثوم. كيف لام كلثوم؟ ام كلثوم يا اهبل. مغلط يا اهبل. ايه لمين؟ اصلا غنيتها بفيلم، مش ام كلثوم كانت تمثل؟ مثلت كذا فيلم ما بعرف. انت صاير ابو ثقافه. ليش زحتك مثلا؟ بتعرفش مشكلتك؟ غنت غنيه عن العشاق في فيلم. بتعرف امتى هذا الفيلم؟ امتى؟ سنه 1945. لا والله هذا الفيلم يعني نزل سنه 5. كانت ام كلثوم بسن 30 او. انت شو عرفك؟ معناتها اذا مش انك ما بتصيب. وي يلا اجي واجي. اوعى تفكر انك تنام. اوعى. خلص يا عباس. اوعى. لا صعب. لا عن جد نقصني هلا وحيد. انا عارف، ما انا مبسوط من ده. اوعى تفكر انك تعمل كده تاني. مروان والله نقرع عليك الفراخ دلوقتي حالا، نطلب الكنترول طلعوه عليك. مش خصك انت يا زلمه، معقول؟ فز فز هلا بيزمرونا كنترول. انا ما بخصك صوت الديك. انا مش مضطر اسمع صوت الديك كرمالك. يلا مروان. مرو مزاج اذا غنيت؟ مروان عن جد عم بحكيك مروان، والله اذا بتنزعج بسكت. نسيم خلص ما بقى تنكز. خلاص نسيم تمام. لا هالارض فيها من البشر اجناس، في بشر ناس وفي بشر اجناس. انت واخد بالك مروان هو بيعمل ايه؟ مروان مروان. لا تمام. لا تمام تمام. ما تزعلش. لا تمام تمام. لا لا مروان كنت عم بمزح معك حبيبي. نعم ايدك يا نسيم. انبس دماغه. انبس دماغه يا عمو مروان. يا من زعلان خلص. ايدك يا نسيم. جمال الجمال. ما تزعلش. لا والله العظيم ما تزعل. لا مروان خلص بايدكم. لا والله ما تزعل. لا 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 يا مروان. زعل هو؟ خلص زعل؟ لا يا خي ما زعلتش. لا لا ما تزعل. لا خلص زعل انت بقى سائلتك. تعرضي خلاص يا زين. منتابع اخبار الطلاب مع حصه جديده للرياضه مع مارسيلينو. صباحو. صباحو. شو الاخبار؟ هاي بونجور. تمام. شو؟ شوز. وين حبيبي؟ هيدي مروان جوا في الاوضه بيسمعوا ميوزك. اوكي مين بعت فيه؟ نسيم. نسيم وينه؟ في الأوضة فوق. نازل عن ساحي من بدري. أسبوعي؟ ساحي من بدري من 10 بقى صار. يلا بننزل؟ يلا. عنص. ننزل 10 مرات. إجري ثابتين. ما عاد على الواقف. أوكي إجري ثابتين خسر هيدي. إجري ثابتين شفتوا إجري كيف؟ ظهر جالس من هون يمين وشمال. Eight,
كفو سابر صحي ذيك عليك زف كان ممكن يساعد 6 باكس 15 سنة في خبركم شغله هيك صغيره تستفيدوا منه على بعدين ال ال الفتنس هي نفسيه اكثر ما هي واحد يقوم يركض ويعمل هي بحد ذاتها نفسيه واحد بيكون بحب بيتحمس عنده موتيفيشن بحط جول قدامه بيمشي عليه ليوصل له هيك بلجينه ايه بدي اعمل جسمي حلو بدي يصير فت بس ما قلي جلادي انا ما فهمت بكرة عشرة بيل هون اوكي بيل احنا حتى اينا هون قدما ساعة عشرة باي مروان بكرة بدك تجي على سبورت لا قلت انا بركي بكرة عم يوجعك شي من هلا ضلع من ورا من هون اخد على خاطر باي جايز باي كوتش باي باي كثير انبسطنا بالساعة اليوم تاني بريك مشاهدينا بحالة الليلة ومنتابع من بعده رجعنا لمتابعة حلقة الليلة من يوميات ستار أكاديمي مع زيارة لإيلي إيليا للطلاب. إيلي مضى أوقات حلوة مع الشباب والصبايا وتشاركوا الكثير من أخبار الأكاديمية. هاي كيفك؟ كيفكم أنتم؟ هلو عاملة إيه؟ عاملة إيه؟ أهلا واو فجأة كيفك يا حبيبي؟ من لبنان منيح؟ لقيت أنا أحلم كيفك شو الاخبار الحلوه دي شو هالسوشيال ميديا نايت الحلوه اها ولعتوها واو لك شو مغيره لك شو مغيره انا من شي جمعه حطيت على تويتر انه في شغله قدمت انه ما عملتها بالاكاديمي احذروا شو هي لا ما لعبت بليار عن جد والله العظيم ما كنت اعرف العب قبل الاكاديمي انا وهب انتوا بتعرفوا لعناها فوق لا من كثر ما كنا بنلعب انا ما بعرف شو بدنا نلعب انا انتوا خبرنا تمام علمتني سهيلة هون والله انتوا خبرونا كيف معنوياتكم ان شاء الله بالارض واو بالارض انا حاسسكم هيك داون هيك جبت لكم ماشي يعني هودي هيك سوفينير يعني بس عند ثانكيو دي بتاعت البنات اه جايب لك الواحد بكيس يلا سوري يلا يلا ذوق حلو قوي حلو قوي لبناني حاجات يعني ارتيزانه لبناني تسلم ايدك وهول الشباب هيك انت يعني ما حدا بيفهم غيرها 100% تسلم ايدك كثير شوي هيك على لبنان يعني كثير حلوين بجد والله ثانك يو حبيبي كلك ذوق ولا وحشو كنا نتلاقى من عشية نقعد على جسر العتيق وتنزل على السهل الضباب تمحي المدى وتمحي الضجيج وما حدا يعرف بمطرحنا غير السماء وورد تشرين ورديني ضحكات
حتى بحدا ولا يزعل حدا. أنا لحني وحبيبي يقول أنا لحبيبي وحبيبي أليف يا صورة بيضاء لا تسألي لا يعتب حدا ولا يزعل حدا. أنا لحبيبي تعال. طبعا اخت البنات ايه لسه زي ما هي ما في كده ما في قعدنا نلعب بليار ما في بليار بس ممكن يطلعوها لو عايز ايه من كتر ما انا وايهاب بقول لك كنا نايمين على الترابيزه فاخدوهم عنهم بعدوهم عننا بعد مثل ما هي انا اذكر هون كانت ابتسامه اعتقد الالوان اختلفت بس ممكن والله الالوان اختلفت اكيد. هلا انتوا ثلاث شباب وعندكم كل هالغرام ما هو احنا كل ما حد بيمشي بنقوم فردين في الجنب ازاي كده يعني انا اخد ثلاثه نسيم اخد اثنين مروان اخد اثنين كده ايه وبكره بتكون تحطوا كل وفي ناس سايبين حاجه يعني رافائيل سايب حاجته بعد لما يجي الاسبوع الجاي يكمل 100% حلوه انت كنت بتنام هنا كنت بنام ده نسيم صح هون نسيم ومينا كان هنا جنبك صح انا فاكر محمد شاهين كان هون هنا كان انيس وانا هناك ايه انيس رافائيل كان اللو هنا الو انيس وايهاب هنا وسعد مرتضى علي فضيت الاكاديمي مروان تحيه لهم كلهم. انا اكثر شيء بحب نسيم صراحه وقت يغني لاعصاب الرباعي يعني كل ما يغني لاعصاب الرباعي بحس انه لانه زيت قماشه الصوت يعني هذا الخام الحلو كثير يعني كثير حلوه للذينه فكل ما تغني لاعصاب الرباعي يكون هيك مسطر يعني تسمعها كلها يعني عن جد كثير حلو. اضرب حنان غنيت كثير اشياء حلوه مع مين غنيتي مش هذا البرايم البرايم اللي قبله غنيتي مع نسيم جيو كان شو هي؟ عيد ميلاد ايه حلوة طبعا كثير حلوة كثير عملت اشياء فيها كثير حلوة انا عملت عرب غربية كثير حلوة شيء هيك بتذكر كان كثير حلو مروان كلهم مان بس اكيد على الله طول بتعقد كان ملعبة صح كنت اسوي اكيد وقت تغني وضيع الصافي دغري اول شو تبين على نفسيتك مرتاح يعني مبين انه مسائل مش على اللون مش على اللون هذا ملعب خيي ما حدا شيء يقرب عليه احسن لكم يعني ما حدا سلمنا على الكل جرد العصا ما تنسى وصل 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 رافائيل خلص كمان بسلمكم عليهم كلهم وشو كان بدي اقول لكم كمان العالم قبل ما تجي هون كانوا بيعرفوا عنك لك جود لك ولبنان كله 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 معك ويكون عندك هيك ثقة بنفسك انه انت ممثل بلد بكامل. باي 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 اخر بريك مشاهدينا بحلقة الليلة وبعده بنرجع نحن وياكم. عودة لمتابعة أخبار الطلاب يلي تأثروا كتير من بعد ما أعلنت درة النومينيشن الأخيرة. النوميني الأول نسيم النوميني الثاني حنان يلا يا حلوين درة هانم لازم تروح تحضر حالها رح نشتغلك بس انت الجاسم درة علشان النهائيات يا ويلي شو ناطرني يا ويلي باي 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 يا حلوين السلام عليكم مين ده سيم خي حنونة يا جايز بليز انت كويسه انا كويسه طب خش غيره وظبط نفسك
هايدي بليز عن جد مبدعه. طب ايه مبروك مبروك حبيبه مبروك هايدي حبيبي. احنا جايين عشان كده؟ لا مبروك انا بقول لكم مبروك. بس انا نفسيتي تعبانه. مش شايفة في خطوط دي احبي بلا قدي وضيعي اقعد في خطوط دي احبي لاسبوع. حنان عامله ايه؟ يترك حضنك اذا انت طلبتي عيني قلبي من صدرك اذا منه تعبتي. قال يعني رح يترك حضنك اذا انت طلبتي. حاسس بأمل ولا مش حاسس بشيء؟ انا حاسس اكتر واحد فينا مبسوط مش عارفه ليه والله العظيم. اذا بقول لك يعني عمري في حياتي ما حسيتك كنت متوتر في الفينومينيا. المرة دي كنت متوتر؟ تعرف شو الخبرية؟ أنا ما بدي أطلع مع مية ولا مرة. حتى لو ما يعني حتى لو ما أخذت ما بدي أطلع مع مية ولا مرة. يعني بدي أخلي هيدا السجل كله هيك إنه مزبوط. قال لك اسمعني عارفكم بغيت نرجع. حبيبتي رح يصوتولك. يا حبيبتي رح يصوتولك. بس أنا بعمل حاجات غريبة على فكرة. حبيبتي رح يصوتولك. بغيت نرجع عارفكم بغيت اللقب غريبة. يا حبيبتي رح ترجع. اسكت. رح تقضي معنا أسبوع كامل بالأكل. لا ما بدي أرجع. وهتقفي على المسرح هتغني كمغرب. هتقفي على المسرح هتغني. انا عايزه مغربي لقب مغربي ان شاء الله. انا مغربي انا مغربي. انا بمثل المغرب من حقه كمان. انا بمثل المغرب ومثل تونس ومثل الجزائر ومثل ليبيا. انا بمثل المغرب العربي ومثل مصر. انا بمثل الوطن العربي. اسكت. نسيم فخر المجره عشان احنا اختفينا من برنامج. الاساتذه مثل العاده شرحوا للطلاب سبب تسميتهم بدائره الخطر. هاي ايوه كيفكم؟ سبور واشياء. ايه نسيم انت وصوتك ومغنيك كلكم ترفعوا الراس. ميرسي ثلاثتكم سوا. مرسي. يعني انت كلك على بعضك. مرسي. بس اليوم غلطت الشارتر بألف بألفين صار اذا مش اكثر. اوكي ما بعرف اذا انت انتبهت شو صار امبارح بالايفال ان بارتيكولير بالضبط. اوكي بس انه اليوم مش معقول نسيم باخر ايفال نفسه مقطوع. مش معقول نسيم باخر ايفال افلاته كلهم مقطشين وفي شقف من الكلمات من شالين. مش لانه النفس ما بكفي لانه نسيم مش مركز. yeah. كل الاشياء اللي عم نشتغلها على التكنيك وعلى النفس وعلى البوستور. اهم شيء عندك البوستور. لو عم تزبط البوستور انت عم تغني كان النفس بيلبيك اكثر. بس انت لما تسكر التوراكس وتطبه لقدام وتصير رقبتك لقدام ومسكر على الرانكس وعلى الكارد فوكال اكيد النفس ما راح يلبيك انتر اوتر. وانت ما عندك اغلاط مغنى كيف بتجي بتقطش افلاتك هيك مثل امبارح؟ اوكي هو كلهم سيدي ديتاي بس وبنعرف انه بدهم ياخذوا وقت ليصيروا ستابل وانستالي. بس انت بدك تساعد حالك. انت اليوم ما ناقصك ولا نص شغله الا التركيز. انا بدي اقول لك انه بالبرايم وبالايفال ولانه نحن بهيدي المرحله نحن ناطرين منك كنا اكثر. مش يعني اللي عملته مش حلو حلو بس لانه نسيم نطلب منه اكثر واكثر. خد وقتك بالمغنى انبسط انت عم بتغني. أوكي. وفكر بكل القصص اللي تعلمتها من دون ما تأثر على عفوية صوتك. ان شاء الله موفق. مرسي. انا بتمنى من كل قلبي اشوفك بالفينال لانك بتستاهل ان شاء الله. وان شاء الله هلا بالغنية اللي بدنا قايينا تكون فعلا قمة الابداع وقمة الاداء اللي نسيم رح يعطينا اياه بستار اكاديمي 11. كنت تجربة حلوة وإن شاء الله نكون تركت انطباع حلو عند الناس وعندكم انتم. انت نسيم انت كمان عندك صوت إنو بلياب. مرسي. عن جد يلا مرسي باي. تحضر باي. بونسوار. بونسوار. أهلا سافا. شو تحممتي؟ شلت الطحين عن وجهي؟ إيه. اللي صار بالبرايم بهالبرايم بالذات يلي هو صعب النوميناسيون من بعده لأن صرته بس خمسة يلي كان نوميني يعني نسيم
ويلي غنى مع الضيف كان أقل حظ من الباقيين يلي فرجوا حالهم وبهروا أكتر وعملوا تابلويات وعرفت شو قصدي. يعني اللي غنى مع الضيف غنى مع الضيف ويلي كان نوميني وقف غنى غنية يا زبطت هالغنية يا ما زبطت، بس يلي طلع أكتر يعني كان حظكم أقل. أنا عم أقول لك رأيي أنا، يمكن هني عندهم غير أسباب. مدام ميري بحبوا فيك تبيشوز تشتغلي كتير، هيدا هالشغلة مش بس بالموسيقى، بحس إنه بالحياة كلها تبيشوز ستين شوز ستين جراند كاليتي، هيدا اللي بتوصلك لبعيد بعيد. هلا ماني خايفة هلا شو عطيتيني، ما علي إذا بكيتي ما علي يا قلبي، هلا فش خلقك، بس يلي بدي ما مش كل ما واحد قال لك يي عملتي هيك تتأثري، يي عملت هيك تروح معك عشر ساعات بكي وما بعرف شو هالاشياء ما بدي اياها. ليه؟ لانه هي بترجعك لورا. شو بدنا بهالشغله؟ وصلتي لاحظتي انا يلي كنت قتلاني همه كيف بدك تفتحي تمك قبل ما تفلي من الاكاديمي، وفتح تمك. هلا في تفاصيل بدون شغل، هلا بس تظهري من الاكاديمي اذا الله رد، بس تسكر الاكاديمي بدك تنتبهي لهالشغله. رح أقولها بالفرنسي، le monde est plein d'intelligents seuls les travailleurs réussissent. بس يعني المليء العالم مليء بالأذكياء بس يلي بيشتغلوا هن بينجحوا. أنا ما عندي أي شك بأنه أنت مشروع ستار، قلته من أول يوم هيدا الكلام، أول يوم شفتك فيه عم بقوله كمان لأنه عندك قدرات تمثيلية أبداً منا قليلة، وكتير اتطورتي عندي بالتمثيل وكتير اتطور حضورك بالمسرح. ميرسي و ثانك يو لكم كتير، حبكم موفقة. جود لك، باي. كيسك يليا؟ Vous voulez rentrer? معقول فيلم البروجرام ما اسمع فيلمين حلوين؟ يلا اطلعوا. لا يلا نسيب اسمعنا. لا خلينا انت ايه يعني معقول احنا واحد منا يكون فاينل لازم نسمع شو راح يصير؟ عم بحسوا مرمان لازم كلهم يشوفوا ما حضرتوا لنا شيء تغنوا لنا اياه مع بعض؟ يلا 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 تفضل. قولي لي فرصه بقى. يا سلام يا والحلم عم بيزيد، نسهر سوا نغني سوا ونضل ايد بايد، خلينا مع بعض نحلم ببكره جديد. ربوع سنة بتنتسى بس الأمل موجود، زرعت قدي من الولدن يحبوا عطر ورود، لو فينا نعيش بوطن ما يكون عنده حدود. نحن الحلا نحن الضحك عطول ونجوم عم تلمع، قبل ما ودعكن بدنا نقول مبروك للأسماء يلي عم تورد بأسفل الشاشة لأنهم فازوا بسفرة لبيروت لمتابعة البرايم مباشرة. حلقتنا الليلة انتهت، مشاهدينا بلاقيكم بكرة بحلقة جديدة. باي باي. والأعصار كون الليلة والعنفة حبيني أو شو يا صغير اللون؟ بدي أسمع الديتايات بس مرة ما لا لا أسمع لا. مرة مروان لا بليس يلي كتير ديتايات هيدا فيك باشتي شبعت من الماء.